هنكمل مع بعض يا شباب ثالث نوع عندنا في الريسترين اللي هو الجلوف هيتش ريسترين، والنوع ده ببدا استخدمه اراوند ذا ريست. طب ايه الاكيوبمنت عندي؟ الاكيوبمنت عندي اكوردنج للبرنسبل لازم يبقى في عندي دريسنج عشان اعمل بيها اباده البون برومنانس. وهنشوف عندنا هنحضر حاجه اسمها الفيجر اوف ايت. ازاي هنحضرها؟ بيكون عندي شاش وابدا اقيس بالمزورة عندي مسافه من 90 ل 120 سم. طيب انا محضراها معانا هنا كده زي ما احنا شايفين، ده كده معايا رباط الشاش. طب هنعمل الفيجر اوف ايت ازاي يا شباب؟ زي ما احنا شايفين كده انا بفردها معايا كده، هبدا اجيب الطرف ده واعمل بيه 5 اهو، والطرف الثاني نفس الفكره بخليه نفس الطول من هنا وهنا، وابدا اضمهم لبعض كده اعملها ابلاي واسحب بالشكل ده، يبقى ده كده معايا الفيجر اوف 8. تمام. طيب نعيده ثاني يا شباب ونركز فيه. انا بفرد معايا الشاش بتاعي اهو كده بندش، بعد كده هجيب الطرف ده اهو هعمل له ابلاي زي 5 كده، ونفس الطريقة من الناحية التانية هجيبه معايا كده واعمل له ابلاي لبعض وابدأ اسحب، يبقى هو معايا بالشكل ده. يبقى ده كده اللي انا بعمله. في نوع كوميركال وده بيبقى مصنوع وانا شفت اوريدي في الصورة بتاعته في اللي هو جزء الايه السيوم. بعد كده انا باجي هنا للطفل، قلنا ان احنا بنعمل له ابلاي اراوند الريست، يا اما بستخدم برضو الجاون عندي يا اما بيكون عندي دريسنج، وفي الحاله دي بستخدم معايا 2 أو 3 من الدريسنج علشان احافظ بيها على البوني برومنانس بتاع الطفل. وادخل عندي زي ما احنا شايفين كده، هبدا ادخلها الريست بتاعي وابدا اعملها ابلاي بالشكل ده، بسحب معايا. طيب وانا بسحب بلاش تبقى ايه تو تايت، برضو من البرنسبلز الاساسية بتاعتنا ولا تبقى تو لوز بالشكل ده حوالين الريست. بعد كده نيجي بقى على حتة ان انا اعملها سكيور. في السكيور قلنا ان انا ما اعملش سكيور في الايه في السايد ريلز ابدا، باجي في جزء ايه بقى انموفابل من الكريب وابدا اعمل بيه سكيور زي ما هنشوف دلوقتي. نيجي على اي جزء كده ما بيتحركش من السرير، ونعمل الرابطه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الهاف بونوت. قلنا الهاف بونوت دي بتساعد عندي ان انا تبقى سهله في ان انا لما اجي اعمل لها ريموف تبقى سهله واقدر اشيل الرابطه بالشكل ده. والطفل انا الهدف كله ان انا ايده هتفضل ثابته بس سايباله اللي هي ليتل موفمنت. يبقى ده كده معانا شباب ده الجلوف هيتش ريسترينت.